الجزاء الشوط بيهديها لعند وردان، وردان تسديده مباشره بتدخل حجر طويله تاعه اخر مره، وهدف رائع جدا. نرجع نشوفه تسديده من وردان، طابه كثير حلوه داخل المرمى محمد زكي الله. الحشد نجمي والفريقين بفوتوا على ارض الملعب بتيابهم دايما تشكيلة النجمي. لهالمباراة شهدت عودة رائدة بالنصر لأول مرة بفترة طويلة بالبطولة، تشكيلة الصفا 20 ل 18 كرة لأرمين بينجحها لإمام أرمين بيتابع بيسدد وهدف تاني للنجمي بدقة 18 تالت تسديدة على المرمى 2-0 للفريق الأبيض.